GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرة GFXAcademy.net. كلامنا هيكون على الجزء الثاني من ورشة صناعة ايدنت 4V. هنتكلم النهاردة على ان احنا نعمل الكاسكيدنج تكست، اللي هي التكست اللي بتطلع بشكل تدريجي من ايدنت. اعتقد ان كنتوا كلكم شفتوه. وبالنسبه برضو للي ما شافش الورشه، الورشه موجوده على موقعنا gfxacademy.net. ادي اللي احنا بنعمله. طبعا هي كلها نفس التكنيك مع اختلافات بسيطه. ده مثلا كيوزين، وده انا هعمل اللي جاي على اعتبار بس ان كلمه انفو 4 حروف، مش تاخد وقت كتير في الرندر، لانها فعلا محتاج رندر كتير قوي. تمام، حاجه بالشكل ده كده. فاللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو الكاسكيد اللي انت شايفه بيطلع من التكست ده، اللي هو تدرج التكست بالشكل ده كده، وفي نفس الوقت في هنا فلير بيلمع في الاخر. نشوف الدنيا بتاعتنا هتمشي ازاي. مبدئيا كل دول الكلونر ده كله بكل اللي فيه، خلاص باللايتس بالكلام ده، كل دي العناصر بتاعه الباك جراوند. فانا هعمل سيلكت على كل الكلام ده، تمام، وهعمل الت جي، تمام، دبل كليك، وهسميه بي جي، بحيث ان يبقى ده هو العنصر بتاع الباك جراوند. ريندر تيست او تيست ريندر علشان نتاكد من الدنيا كويسه ولا فيها مشاكل. لا تمام، مفيش مشكله. نشوف بعد كده بقى التكست بتاعتنا هتتكتب ازاي. طبعا هو نهايه الانيميشن كان عند فريم 100. هروح بعد كده لسبلاين واخد تكست، ممكن تاخد من الاستريتور لو انت حابب. نطلع في التوب ونقدم التكست هنا كده، يعني اعتقد ان هي في الجنب ده. انا متهيألي من هنا كانت بتبدأ انها تطلع، فنظبط الدنيا بتاعتنا بشكل مظبوط بحيث نشوف بس التكست هل مظبوطة ولا مش مظبوطة. نسمي التكست دي انفو زي ما كان مكتوب في البروم. تمام، نغير الخط، نشوف خط يكون الحروف بتاعته فيها تخانة. على فكرة هي تخانة بس او تخينة علشان تدي شكل. وبالمناسبة يعني انا حابب برضو اقول حاجة، فكرة البرومو ده كانت قبل كده مشروحة في درس اجنبي على ما اذكر، كان على موقع جريسكيل غوريلا، تقريبا نفس الفكره. خلاص، فبس يعني اللي عايز، والله اللي حابب انه يروح يشوف الفكره في التدريب الاجنبي يروح، ما فيش اي مشكله، يعني يوقف التدريب بقى يروح يشوفها هناك. اللي حابب يكمل اهلا وسهلا بيه. تمام، نشوف بس خط يكون شكله كويس. في اعتقد اللي هو انا عمال افتكره من ساعتها اللي هو الهاي واي جوتيك، واخليه بولد واعمل اوكي بالشكل ده. نيجي بعد كده لاهم حاجه اللي هي الانتر ميديا بوينتس. اقول لكم حاجه، هو انا مش هعملها لان انا هوريكم حاجه هتحصل بسبب الادابتيف دي. كده احنا عملنا التكست. طيب انا عايز اعمل ريفيل للتكست، عايز اعمل ان التكست تظهر بشكل تدريجي. عشان التكست تظهر بشكل تدريجي هقوم قاطعها بمسك، يعني تخيل انك انت في الافتر افكت وبتقطع حاجه بمسك. هنروح كده في الفرنت، مبدئيا هروح على البي جي. في حاجه
بالمرة نتكلم عليها. انا دلوقتي عايز اخفي الكلونر ده، او تحديدا عايز اخفي الريبونز اللي جوه الكود اللي هو الكلونر. يعني لو انا عملت رايت كليك ورحت خدت مثلا، او مش رايت كليك، لو رحت على اعتقد كان فيه هنا اد نيو لاير، تمام، ده كده انا ضفته للاير جديده. لو ضغطت على لاير براوزر هيجيب لي اللاير ده، لو ضغطت كده هيخفيه من الفيو بورد، لو ضغطت كده يخفيه من الريندر، لو ضغطت كده يخفي الماستر اوبجكت، تمام، وهيسيب للتشيلدرن. لو ضغطت ده هيعمل لي لوك على، يعني مفيد قوي قوي موضوع اللايرز ده. ممكن اخفي الكلونر واسيب الريبونز. يعني قلت بالمره اقولها لكم طالما جت في السكه، تمام، دبل كليك واقول له لاير براوزر، واخد اللاير براوزر احطه عندي هنا كده بالشكل ده. نيجي بعد، او بلاش بالشكل ده عشان ما يبقاش كويس، نيجي نقول له ميك تاب، وناخد ده نحطه هنا كده، يبقى هنا الاستراكشر لاير براوزر. انا مش عايز او نعمل رينيم لللاير، دبل كليك نسميها بي جي اوبجكتس، ونخفي من الفيو بورد كده. يبقى انا عندي كلين الفيو بورد، كلين تمام. ناخد بعد كده اللاين. والله عايز تتأيد لو انت عايز تتأيد بالبرومو مفيش مشكله. يعني انا اعتقد لو انت عايز تشوف شكل انفو، تمام، شكل الكت اللي عامل القطيحه واخد شكل تمويجه كده، فعايز تتأيد بيه مفيش مشكله، مش عايز برضو مفيش مشكله، تمام. ماشي، ممكن ناخد كده كده كده، يعني عايز يكون في تموج حاجه مثلا كده. بعد كده هو ارسم بقى بقيه الخط زي ما انت عايز، واقفله برضه. بص بقى، في عيب في السينما لو انت جيت تقفل السبلاين وجه على اكسس مش هيقفل. فانت ممكن تعمل حل من اتنين، تعمل زوم وتقفله، او انك انت تروح لفلتر وتشيل بس الاكسس مؤقتا وتقفل الدنيا بتاعتك وترجع لفلتر وترجع الاكسس مره تانية. ماشي بالشكل. طبعا تقدر تعدل بقى النقط بتاعتك زي ما انت تحب. ماشي بالشكل ده، جميل قوي. نيجي بعد كده للاوبجكتس، ونروح للسبلاين ونروح للمود. طبعا زي ما انت شايف الاكسس بعيد قوي عن السبلاين، هروح لستراكشر اكسس سنتر واقول له سنتر اكسس 2، هيسنترها لي هنا. انا مش عايزها، انا عايزها في الاول مش لحاجه، بس عشان لما اجي اشتغل كي فريمز ما اتلخبطش. هروح انزلها هنا بالشكل ده كده، وتحديدا عايزها هنا اهو عشان تبقى على اول الخط. بعد كده المفروض دي تبقى كده. طبعا شايف الدنيا هنا باظت، فاحنا هناخد النقط دي، تمام، ونعمل لها موف لفوق شويه كده. حلو قوي. نيجي بعد كده نعمل كي فريم للسبلاين. طبعا انا هحتاج الفيو بورت بتاع الكاميرا. ليه؟ علشان اشوف الكاميرا وقفت فين. ده ايه؟ على فكره الكاميرا وقفت عند 80. طب خلينا نكمل الحركه عند 100. ناخد الكووردز واخد البوزيشن، تحديدا هو البوزيشن على تحديدا البوزيشن على الواي، كنترول كليك، وامشي كده خلاص بالشكل ده كده عند 100، وارفع السبلاين بالشكل ده، واجي على السبلاين وكنترول كده، اصبحت دي الحركه اللي عندي. لو احنا جينا رجعنا من اللاير براوزر، رجعنا الفيو بورت، هنلاقيها بالشكل ده كده.
جميل، بس ما طلعتش للآخر ولا طلعت؟ أنا مش شايف. هي لو خفينا دي كده وجينا عملنا سيلكت على التكست، ما طلعتش للآخر. طيب مش مشكلة، نرجع عند 100 ونرجع الدنيا بتاعتنا زي ما كانت، ونيجي على الاستراكتشر على سبلاين ونزق ده لفوق، مفيش مشكلة فيه خالص. وعلى فكرة هنحتاج ان احنا نعمل سكيل للنقط، بس الاول نثبت الكي فريمز. ده هو مش عليها اصلا. طيب كنترول زد، لان انا اخدت بالي ان هو مش في نفس المكان اللي فيه التكست. مظبوط كده صح. طيب نروح كده والبوزيشن زد، التكست بوزيشن زد بتاعها بالمنظر ده، هاخده كنترول سي واخد السبلاين واحطه كنترول في واعمل ابلاي، وكده يبقى الدنيا بتاعتي اتظبطت من غير اي مشاكل. احنا نسينا ان احنا معدلين في البوزيشن. ماشي مفيش مشكله، كنترول في حط كي فريم، كنترول في حط كي فريم. طيب يبقى كده تمام، مفيش اي مشاكل كده، الدنيا مظبوطه وتمام التمام. ماشي. طيب بعد كده عايز ان 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 التكست تطلع من السبلاين، او السبلاين يعمل ريفيل للتكست. طب تتعمل ازاي؟ تتعمل لو انا رحت على مجرف سبلاين ماسك، وطبعا زي ما قلت شغل المجرف اتشرح بالتفصيل في كورس المجرف والموداينامكس. هاخد الاثنين دول احطهم في السبلاين ماسك بالمنظر ده كده. لو انا رجعت كده زي ما انتم شايفين بيحصل ريفيل، زي ما احنا بالظبط قلنا ريفيل للتكست من السبلاين. طيب هو ده اللي انا عايزه ومش عايزه، يعني انا بالظبط في اوبجكت هو بيقول لي A union B، انا عايز سبتراكت، عايز ده يقطع ده بالشكل ده كده. طيب دلوقتي اللي بيحصل ايه؟ دلوقتي اللي بيحصل ان السبلاين بيشيل التكست. طب انا عايز العكس، هاخد ده مكان ده بس كده. يبقى كده اهو ده بيطلع من ده بالشكل ده. طبعا لو عايزين نعمل اكسترود الاول اشيل لكم السكاي دي اللي عامله مشكله، كومبوستنج سين باي كاميرا، خلاص بحيث نشوف الدنيا احسن بالشكل ده. طيب عايزين نعمل اكسترود، هنروح لاكسترود نيرفس واخد السلايم ماسك احطه جوه الاكسترود نيرفس. وزي ما قلت انا تعمدت اسيب موضوع الانترميديا بوينتس عشان الحاجات اللي هتحصل دي، زي ما انتم شايفين كده بصوا شفتوا دي. طيب دي حصلت ليه؟ حصلت لان التكست والسبلاين الاثنين الانترميديا بوينتس بتاعتهم بادابتيف. يعني ايه اصلا انترميديا بوينتس؟ يعني انت بتقول للتكست تعمل الفورميشن بتاع حاليا كانت اي كلمه، سواء كانت انفو او سبورتس او الى اخره، المهم الكلمه اللي هتتكتب تعملها باقل عدد من النقط. طيب انا في حالتي دي مش عايز اقل عدد من النقط، انا عايز سموث، عايز نعومه. طيب هروح عند الانترميديا بوينتس، انا دايما بخلي يونيفورم ايمنتشر، يعني اي واحده في الاثنين هي اللي تديني عدد سيجمنتس، فهقول له يونيفورم. زي ما انت شايف الدنيا اتظبطت. طبعا خلي بالك انك لما تزود النمبر اولا هيحصل حاجتين، الكورنرز هتتغير شكلها هيتغير خلاص، ووقت الريندر هيزيد شويه، فانا بزود بالراحه وابص على الكورنرز. والله هو كده ظبطت، يعني كده الانفو ظبطت والاي والان اتظبطوا، عايز تزود زود هيدي سموز. بس تعالى في حته تكون كويسه، اعتقد كده 41 مظبوطه. والله يكون في عوننا بقى في ايه في الريندر. طيب نشوف كده الدنيا تمام، مفيش اي مشاكل، مفيش اي زيادات بتحصل في الكلمه، تمام زي الفل، مفيش اي مشكله. طب كده لغايه كده حلو. طب هل الثيكنس كده مناسب ولا نقلل؟ والله براحتك،
تعالى في الاكسترود عندك هنا هي 20، والله عايز سيبها سيبها، انا هخليها 10 عشان هعمل كذا كوبي من التكست. طيب نرجع كده معلش للفيديو مره تانيه، عايز اشوف هل في فلت ولا مفيش. اعتقد ان الكلمه حوفها فيها فلت بسيط. طيب تعالوا نروح كده لكابس فلت كابس فلت كابس ونخلي الفلت باتنين، خليها باتنين ونخلي الستيبس باربعه مثلا بحيث يبقى فيه سموز. بالتالي ده الفلت، اعتقد ده الفلت اللي موجود في الكلمه. طب لغايه كده تمام مفيش اي مشكله، ده الاكسترود نيرفس بتاعي حلو قوي. طب بعد كده انا عايز اعمل كذا كوبي من ده، كذا كوبي من ده سهله جدا، حاجه من اتنين. والله انت ممكن تروح لستراكشر وتقول له اسف لفانكشنز، وفي عندك دوبليكيت، دوبليكيت جميله قوي وبتساوي الكلونر في الموجراف، لكن انا محتاج افكتورز من الموجراف، فمش هستخدم دوبليكيت، هستخدم الموجراف اوبجكت، هاخد كلونر واخد الاكسترود نيربس احطه جوه الكلونر. طبعا الكلونر اوتوماتيك بيكرر على واخد الديفولت اكسس بتاعه الواي، فانا هخلي واي بزيرو وهقول له كرر لي على الزد. عايز تكرر لقدام ماشي، عايز تكرر لورا ماشي، مفيش اي مشكلة، لكن في حاجة ان الكلونر اوبجكت هيبدأ الشغل بتاعه، بيبدأ الشغل بتاعه من الاوريجينال اوبجكت. طبعا الاوريجينال اوبجكت بتاعنا اللي هو الاكسترود نيربس خلاص، فانا الكلمة بتطلع منين، البداية منين، البداية من ورا زي ما انتم شايفين، اول واحدة بتطلع اللي هي الانستنس اللي ورا او الكوبي اللي ورا، فعشان كده انا هخلي الاوريجينال اوبجكت ده هو اللي موجود ورا، فهكرر لقدام، فعشان اكرر لقدام بحط بالسالب، فانت حط اللي انت عايزه. بس اقول لك على حاجه، انا هنا عامل الاكستروجن ب 10، فانا هخلي بين كل واحد والتاني سالب 10، او تعالي نخليها سالب 11 عشان اضمن انهم مش لامسين بعض، وعشان اتاكد هنروح للتوب. بالتالي محتاجه تزيد شويه، ممكن تكون كده سالب 15، والله كويس ماشي بالشكل. طب احنا عايزين كام واحد؟ ممكن هم كام؟ تمام ده هم كتير، انا مش هلحق اعدهم اصلا يعني. ممكن يبقوا كام؟ هم بتاع، طب ادي 1 2 3 4 5، انت حوالي تقول 7، نقول 7. طيب تعالى الكاونت قول له 7 ماشي، كاونت ونقول له 7. يبقى انا كده عملت 7 انستنسز من الكلمه بتاعتي، حلوه كده كلهم بيطلعوا في وقت واحد. انا عملت كده كده جميل، بس كله بيطلع في نفس الوقت. طب انا عايز، طبعا على فكره انجل الكاميرا غير انجل الكاميرا في الفيديو، فانت ممكن تظبط الكاميرا براحتك بقى زي ما انت عايز. تعال نروح للكلونر، احنا عايزين حاجه تاخر خروج الانستنس دي. انا عايز اشوف التايم افكتور، هو مش هو اللي هنستخدمه، بس انا عايز ابص على حاجه معينه. سيبونا من الروتيشن، لو انا قلت تايم اوفست مثلا 20، لا تايم اوفست هياثر على الكلونر ككل ماشي. طيب يبقى احنا مش هنشتغل على التايم افكتور، هنشتغل على
او خلينا نشتغل على التايم افكتور تاني. لا مش هنشتغل عليه. نروح على الاول بس، تعالى على ديسبلاي، هلغي بس انهانسد اوبن جي ال علشان الدنيا بس تخف عندي شويه، وفي نفس الوقت هروح على الشيدنج لاينز. نيجي على الكلونر اوبجكت واروح لموجراف واقول له ستيب افك. على فكره ستيب يعني خطوي، خلاص. طبعا هو اول ما بينزل شغال على سكيل، انا مش عايز سكيل، انا كل اللي انا عايزه حاجه اسمها تايم اوفست، نفس اللي كانت موجوده في التايم افكت. لو انا قلت تايم اوفست ده بيأخر الحركه بتاعه كل كلون او كل اوبجكت جوه الكلونر بمقدار معين من الفريمات. يعني لو انا قلت له مثلا اخرها لي 20 فريم كده، خدت على فكره اللي انا عايزه. لو انا رحت للديسبلاي تمام ورحت لاغي، انا مش محتاج بقى مش محتاج الباك جراوند في حاجه، يعني عشان اخف الريندر شويه ماشي. فهروح كده وافتح اللير براوزر والغي كده، بحيث ان انا تهيألي والله اعلم ان احنا هنخف دول تاني كده. وبعدين كمان في الستيب افكتور متأخرة فريمات كتير قوي، انا هخليها مثلا 12 فريم. متهيألي كده مظبوطه ومفيش فيها مشكله. طيب حلو قوي كده، عملنا الجزء بتاع التدريج بتاع التكست. حلو قوي. طب اللي بعده طبعا نعمل ريندر بحيث نشوف الدنيا هتمشي ازاي. طبعا دي لسه لا خدت خامه ولا خدت اي حاجه. نشوف بعد كده هنعمل الخامه بتاعت الكلمه دي ازاي. طب الكلمه دي هنا متدرجه طبعا انا شغال شغلي كله على الاحمر والبينك والاورنج وكده، فانا هشتغل نفس تدريج الالوان. تعالوا الاول عشان نشتغل بتدريج الالوان دي، نشوف احنا نعمل ايه. نحط خامه جديده وناخد طبعا ده اللي هيتعمل خلاص. ناخد الكالر نحط في الكالر جراديانت، ده اللي هيحصل خلاص. واخد الجراديانت احطه على كلونر، صح كده. تعالوا عشان ما نخسرش زاويه الكاميرا اروح لكم من انجل تاني او من زاويه تانيه. طبعا هنلاقيه بالشكل ده كده، صح تمام. لو عملت ريندر هلاقيه بالشكل ده. طيب انا مش عايز كمان، مش عايز في الريندر، انا عايز الريندر دي بس ماشي، هلاقيه بالمنظر. طب هو ده اللي انا عايزه؟ مش ده اللي انت عايزه. ممكن اخش كمان في الجرادينت واخليها في خلاص، بس هي هتبقى يو. ممكن احط بقى هنا مثلا احط الالوان بتاعتي، احط هنا مثلا وليكن الاحمر، واحط هنا وليكن اورنج، احط هنا وليكن اورنج فاتح شويه تمام، احط هنا وليكن احمر جامد قوي خلاص بالشكل اللي احنا فيه ده. اعتقد ممكن هنا في يبقى في احمر فاتح بالشكل ده. طبعا ده اللي انت او اللي انت بديهيا هتعمله خلاص، بحيث تبقى بالمنظر اللي انت شايفه ده. طب هي كده تمشي، بس لو انت خدت بالك بقى ان كل خامه كل انستنس الخامه متكرره عليه،
يعني هنا واخد الجراديينت وهنا واخد الجراديينت وهنا واخد الجراديينت. طب انا مش عايز كده، ده اللي انا عايزه خلاص ان الجراديينت يتكرر على ده كله كاوبجكت واحد. اذا انا محتاج ان الخامه اللي انا عملتها دي تشوف الانستنسز دول كلهم او الكوبيز دول كلهم كاوبجكت واحد. ازاي؟ في الجزء الثاني ان شاء الله.